تعرف أن الصين بدأت تجربة الجيل السادس الآن، وسيدخل حيز التنفيذ والاستخدام العام خلال 3 أو 4 أعوام، ونحن ما زلنا في الجيل الرابع والأعرج. جيل رابع أعرج، ليس جيل رابع حقيقي. البعض يقول لك هذه مليارات الدولارات، شلون ممكن أنا أسلمها لشركات أهلية ويصير بيها مثل ما صار مع شركات الاتصالات، وإلى الآن يعني الدولة تطلبهم مليارات؟ شنو يعني؟ من قال انها مليارات الدولارات؟ اولا لا لا وجود لتاكيد على انها مليارات الدولارات. نعم، الرخصه قيمتها قد تكون مليار، قد تكون اقل اكثر، ولو ان الاتجاه العالم اليوم في الدول الاقتصاديات الحره هو تقليل سعر الرخصه لكي تمكن الشركات من تقديم خدمه باسعار منخفضه. الشركات التي العامله الان هي لم تاخذ من الدوله شيئا، هي اشترت الرخصه بمليار و250 في حينها. بعد ذلك الأسعار بدأت تنخفض، لأن كما قلت لك الاتجاه العالمي هو لتخفيض أسعار. هناك مشاركة في الأرباح، مشاركة في العائدات من قبل الحكومات أو الهيئات المنظمة. العراق يأخذ من الشركة الوطنية، مسمى وطنية يعني وطنية أقصد ملكيتها عراقية، يأخذ 15% من الإنكم، من العائدات، وليس من الأرباح، بما يقترب من 50% من صافي الأرباح. هذه تأخذها خزينة الدولة من خلال هيئة الإعلام والاتصالات، لا شيء. لكن تقول لي أن هذه الشركات أدت عملها ووظيفتها، قدمت خدمة جيدة، أقول لك لا. تسألني لماذا؟ أقول لك لأن الفساد هو الذي يعيق تقديم الخدمة. هذه الشركات تستظل بسياسيين وبمسؤولين لكي يضمنوا لها الغطاء وعدم المحاسبة من قبل هيئة الإعلام والاتصالات مقابل مصالح معينة تؤديها هذه لأشخاص أو لأحزاب أو لكتل معينة، وهذا ما شهدناه خلال السنوات الماضية. خلينا نرجع لموضوع الجيل الخامس والرابع. ليش ما اليوم نضبط الجيل الرابع احنا حتى نفكر بالانتقال إلى الجيل الخامس؟ هذا ما أقوله، سأقول أن حتى لو جلبنا الجيل العاشر بوجود الفساد وعدم المحاسبة وعدم محاسبة الشركات لن نستفيد شيئا، ستبقى الخدمة عرجاء دائما.